مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله من جديد في طلتنا عبر هذه الشاشة وقناة الكويت الرياضية ببرنامجكم قانون اللعبة. في الجزء الأول سولفنا عن أنواع الغوص وأهمية الغوص وأهم قانون في الغوص وهو السلامة. حلو. في هذا الجزء وهو الجزء الثاني مع الغواص الكويتية هنادي المزاعل راح نسولف في جوانب أخرى أيضا بعيدة كل البعد عما تحدث فيه في الجزء الأول. نطلع بالبطاقة التعريفية ونعود. خلونا نرحب في الغواصة هنادي المزاعل، حياك الله مرة أخرى في قانون اللعبة. الله يحييك هنادي. أول سؤال، من أي عمر حبيتي الغوص ودخلتي في هذا المجال؟ والله أنا بلشت فيه بعمر كبير، يعني عمر جدا كبير. حلو. بس خلينا نقول حبي وعشقي للبحر بلش من وأنا صغر، يعني طبعا. الوالد كان ياخذني وديني البحر حداق وياه. حلو. أحب أقعد معاه، كنت أجاب البرامج البحار، عالم البحار. ممتاز. فقلت ليش ما أكتشف هالعالم هذا؟ حلو. وهذا بأي عمر اللي أكتشف؟ بلشت بال 2011. 2011 ممتاز. من 2011 إلى اليوم تقريبا 11 سنة هذا تقريبا. المشوار اللي أنت تبارك الرحمن مشوار جيد وحلو. اليوم مسماك في عالم الغوص شنو هو؟ مدربة المدربين. مدربة مدربين. ايوه الحمد لله وصلت له، توني خذيتها السنة. حلو. هل هذا أعلى مسمى موجود أو أعلى؟ لا طب في طبعا باجي مسمى واحد. حلو. من بعد ال 11 سنة هل مدرب المدربين بعد هذه المدة لازم تاخذينها ولا لا؟ ممكن مدرب المدربين بعد 5 سنين؟ لا ممكن، بس أنا صراحة كان شغف عندي إني أنا أدرس هالبحر، يعني ما كان همي إني أنا أوصل لتدريب أو همي إني أنا أوصل لمدربة المدربين، لا نهائياً. كان همي إني أنا أكتشف البحر هذا شنو. ممتاز. أمانة وايد تشعبت، خذيت وايد تخصصات، درست وايد تخصصات، ولا زلت قاعد أدرس وأدور تخصصات جديدة إني أنا أدرسها. ما شاء الله. هنادي المزاعل حصلت على بطاقة مدربة معتمدة من منظمة ناوي العالمية وهو طبعا في السكوبا في عام 2015. كلمين عن هذه البطاقة، شلون وصلتي لها؟ أنا بلشت الغوص مجرد خلينا نقول هاوية أو حبيت مجرد استكشاف. حلو. ليس اللي وراه، ليس اللي وراه. تخصصات تشعبت. أمانة الفضل كله يعود حق مدير السنتر عندنا. جميل. ليش ما تصيري مدربة؟ حلو. لاقي فيك قيادة. بالضبط. شايف فيني أنا أصير. فقلت لا أوكي دراسة. بداية يعني أوكي. يعني إنه شيء فيه دراسة، أنا أحب الشيء اللي فيه دراسة. فقلت له أوكي، وخذيت مساعد مدرب. في ناس مساعد مدرب وعلى طول وراء مدربة. جميل. لا أنا قعدت مساعد مدرب، حبيت أخذ خبرات. ممتاز. من اللي حوالي المدربين اللي حوالي. وراها يمكن بسنة ونص سنتين أخذت المدربة. حلو ما شاء الله. خذيت المدربة. أي. بعدها رحنا إلى أيضا نقطة أخرى اللي هي تعتبرين أول مدربة غوص حر في الشرق الأوسط من منظمة FII العالمية 2018. أيضا كلمين عن هذه الليلة. هذه قصتها صراحة قصة أنا وايد تحديت فيها ناس، إن الفري دايف أو الغوص الحر مقتصر على خلينا نقول العنصر الرجالي أكثر. أوكي. قالوا لي أوكي تأخذين ليفل 1 ليفل 2 بس إن مدربة شوي صعبة خصوصا العنصر النسائي وما في مدربات. يقصدون بس بالكويت ولا بالخليج ولا بشكل عام؟ نقول بالخليج أو بالوطن العربي، يعني ما في وايد مدربات، لكن طبعا على مستوى العالم ما شاء الله في وايد مفتوح يعني. فقالوا لي صعبة شوية. كلمة صعبة هذه أنا شاطتها من حياتي، ما في شيء صعب. أنا عندي سهل. سهل. فعلا خذيتها دراسة على الراحة، قعدت فيها تقريبا سنتين. حلو. لين ما قدرت، بلشت ب 2017. نعم. خذيت 16 وخذيتها ب 2018. حلو. بشكل رسمي. رسمي. ما شاء الله. بالتخصص شنو؟ اللي هو الغوص الحر. الغوص الحر. أي. أبي أتعرف على اللياسن اللي وصلتي لها. بداية اللياسن العادي إيش كثر يحتاج الواحد الغواص عشان يأخذ أول لياسن؟
ليس الأول اللي هو نقول عليه الأوبن ووتر أو غواص المياه المفتوحة. ممتاز. مدة الكورس تقريبا من أسبوع إلى 10 أيام، يأخذ فيها الطالب مواد أو حصص نظرية. حلو. تقريبا 3 أيام إلى يومين على مايمل. حسب الطالب. لا جدا المادة مشوقة إن الطالب يستمتع فيها أصلا. حلو حلو. بعدين ننزل اللي هو حمام السباحة. يتدرب تدريب عملي قبل لا يطلع البحر. جميل. عقب ما يطلع البحر طبعا انه لازم في عدد معين من الغوصات لازم يكملها عشان نقدر نعطيه الليسن عقب ما يخلص هم امتحان نظري. حلو. يعني عنده امتحان عملي يرجع بعد العملي يرجع بعدين نظري. نظري. ممتاز. يخلصهم بعدين طبعا ياخذ اللي هو اول ليسن اللي هو من اي منظمه كانت، يعني مو المنظمه الشرط اللي انا عشان يروح اي رحله بالضبط. نقول يقدر يغوص فيه باي مكان بالعالم. ايش كثر على قولتهم مسموح لهذا الليسن الاول يغوص في المسافه 18 متر فقط؟ لا فقط. ايوه ممتاز. هذا الليسن الاول. بوقف ايضا وياك مع الساده المشاهدين نتعرف ونشوف التقرير شنو يقول وارجع مع الغواصه هنادي امزح. رياضه مائيه مثيره تعتمد على القوه البدنيه والرشاقه والمرونه العاليه، وهي من ضمن الرياضات المائية وتسمى رياضة القطس، وهي رياضة تحت إشراف الاتحاد الدولي للسباحة الذي نشأ في ألمانيا عام 1843، وازدادت شهرة هذه الرياضة بالدرجة الأولى في السويد وألمانيا، وبعد انتشارها في العالم حصلت على قبول لدى الجمهور، وقد تم إنشاء اتحاد خاص لرياضة القطس في عام 1901. رجعنا وياكم مع الغواصة هنادي المزيعل. حلوين تعتبرين أول بنت كويتية تغوص تحت الجليد. صحيح. في إسلندا. إسلندا يعني أنا بس أدري أسمع إسلندا أدري أن كلها ثلج كلها جليد، ما أدري أقول متى صيفهم أصلاً. يعني تغوصين تحت الجليد. أنا شايف قبل والله يومين 3 أيام فيلم كامل عن الجليد. جليد. إيه وحرب ما بين دول كذي على الجليد ويروحوا من مكان لمكان بالجليد وشون يطيحون من ما الجليد. كانت سهلة صدقني. جدا جدا جدا. بفهم الرغبة شون كانت أول شيء عندك، تحقيقها شون كان عندك، التجربة شون انتهت عليه. أمانة انتهت بدموع من البرد. يعني بتحسبة؟ لا لا كلش. يعني لو تقول لي عيدها مرة ثانية راح أقول ما عندي مشكلة إن أنا أعيدها مرة ثانية. أوكي. كل صراحة. مدة الغوصة كانت بالضبط 19 دقيقة. حلو. على عمق 12 متر. تمام. طلعت من الغوصة ما بي أحد يمسك إيدي. إيه. ولا بي أحد يمسك أذوني ولا بي أحد يمسكني نهائي من كثر ما أنا كنت متيبسة. درجة حرارة الجو حوالينا كانت -15. هذا تحت ولا فوق؟ -15. لا أنت ما بلشت تحت. نزلنا تحت درجة حرارة الماي 1. إنزين. تخيل فترة الغوصة طبعاً تلابس لبس اللي هو نقول عليه الدراي سوت تمنع يمنع دخول الماي داخل الجسم. داخل الجسم. بس هم الإيد خلاص باردة. بارد. الوجه بارد. ايه. فخلصت من الغوصة بالضبط بكل ما تعنيه الكلمة أنا كنت قاعد أرجف. كثر تحت الماي أنت تحت الجليد؟ 19 دقيقة. 19 دقيقة تحت الماي يعني. بالضبط. يعني مو كلها 19 لا 19 دقيقة تحت الماي. معاش مجموعة ثانية؟ طبعا معي مجموعه. حلو. هنادي المزيعل مثل ما تفضلت يمكن تحت الهواء فعلا سيرتك الذاتيه تبارك الرحمن طويله كثيره ومستمره. الله يوفقك في تحقيق اكبر على قولتهم مسافه ممكنه بعدد من الامتار بالنزول. ما يصير صعود هاي رياضه ثانيه نقول في النزول، لكن باخذ بس معلومه سريعه. طبتي 300 ولا وصلتي 300 متر؟ 137 متر. 137 300 واد صعب. هذا الكابتن احمد جبر الله يحفظه. إيه؟ وصل 332 متر. طبعا البطل العالمي الجينيس ريكورد طبعا. ما شاء الله. إيه؟ هذا روحي بلا حلقه بعد نسولف فيه. ما شاء الله الله يحفظه ان شاء الله. في هذا ولا بطل؟ لا لا موجود ولا زال. ما شاء الله تبارك الله الله يوفقه ويحفظه ان شاء الله. شكرا على تواجدك ويحفظك ويحفظ المجموعه اللي انتم موجودين فيها في هذه الرياضه المميزه. تبارك الرحمن احنا فخورين فيكم كونكم كويتيين تحطمون الارقام سواء محليه خليجيه عربيه وايضا وجودكم على المستوى الدولي. كل التوفيق لك ولمجموعتك. يعطيكم العافيه ومشكورين وما قصرتوا. الله يحفظك ويحفظ الجميع. ويعني الخص
رحلة هنادي المزيعل ببعض من الكلمات اللي أنا أحب أسمعها من بعض الضيوف لما تكون عندهم هذه الرغبة وهذا الشغف وهذه الأهداف المرسومة. ما هي على قولتهم رحلة صدفة، ولكن هي رحلة إلى هدف يحبون يوصلوا له. شنو الرسمة، شلون يتخيلونها يحققونها، هذا أمر متروك لشأنهم، ولكن الهدف الأكبر هو تمثيل كل شخص لبلده، وبالتالي راح يحمل اسم الكويت أو علم الكويت في مثل هذه المحافل، وهذا الهدف المنشود له، وهذا هو الهدف الرئيسي. الوعد يتجدد وياكم إن شاء الله برياضة أخرى في قانون اللعبة. انتظرونا، لا تروحون بعيد.